أناب الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني المقدم الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة قائد وحدة العملية الخاصة لحضور الحفل الختامي لبطولة سمو رئيس الحرس الوطني الأول للقفز الحر بالمظلات 2020. وقد نقل المقدم الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة تحيات الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني إلى جميع المشاركين في البطولة والقائمين على تنظيمها وتمنيات سموه لهم بدوام النجاح والتوفيق. وأشاد سموه بالمستوى المتميز الذي ظهرت به منافسات البطولة وما أبداه القافزون من احترافية عالية ومهارة فائقة، مؤكدا أن الرعاية الكريمة للفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني للبطولة كان له أثره البارز في نجاحها. قد تفضل المقدم الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة قائد وحدة العملية الخاصة بتتويج الفائزين متمنيا سموه لهم دوام التفوق. وفي ختام الحفل تسلم المقدم الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة قائد وحدة العملية الخاصة هدية تذكارية من الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات الجوية بهذه المناسبة. من جانبه أشاد الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات الجوية بما توليه القيادة الحكيمة من دعم للرياضة والرياضيين لا سيما الرياضات الجوية، وهو ما مكن هذه الرياضات من أن ترفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. أعرب عن خالص شكره وتقديره للفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني على هذه البطولة التي تحمل اسم سموه الكريم والتي تجسد اهتمام سموه وبحرصه على دعم الرياضات الجوية ورياضة القفز الحر بالمظلات والتي حققت العديد من الإنجازات. كما تقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى المقدم الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة قائد وحدة العمليات الخاصة على تشريفه لحفل ختام البطولة نيابة عن سمو رئيس الحرس الوطني.